بقى طبعا احنا عايزين نوصل زي ما بنقول للوزن المثالي، وعايز اسالك سؤال كده الاول قبل يعني حتى ما نبدا الفقره بحق وحقيقي، ان احنا هل الشتاء بيساعدنا اننا نخس ولا بيخلينا ناكل اكتر؟ في ناس بيقولوا لا ده البرد ده بيحرق. تمام صح. هل ده حقيقي ولا ايه رايك في الموضوع؟ خلينا نتفق على حاجه، ان انا سواء شتاء او صيف انا مفروض جسمي عايز سعرات حراريه معينه اللي هو البنزين بتاعه بقدر معين. لو انا زودت فوق القدر ده انا دخلت في تخزين دهون. احنا الجسم بتاعنا سبحان الله يعني ربنا مشينا باتنين ميكانيزم، يا اما حاله البناء يا اما حاله الهدم. ايوه. ولو حاله الهدم دي معناها ايه؟ ان انا جسمي بيخزن دهون. طب حاله البناء ان جسمي شغال حرق. لو انا اكلت اكتر من سعراتي الحراريه فبالتالي الزياده دي هتروح في ناحيه فين؟ ناحيه التخزين. طبعا هيخزن بقى. ايوه بالزبط. هي الجسم اول ما الاقي فائض يعدي على الخلايا، محتاجه يخبط، محتاجه الخلايا تقول له لا احنا تمام مكتفين. طب يا دهون عايزه تقول له اديني انا ما عنديش مشكله. هات الباب ده الوحيد اللي مفتوح، الباب ده باب الدهون. باب الدهون هتروح مخزنه. طبعا هي مش بتبان في اول شهر، مش بتبان في اول شهرين. هي مع تدريجيه بمعنى اصح. واحده حط لي نفسك ايه ابتديتي تزيدي على حسب كل واحد وتخزين الدهون عنده فين. في ناس عندها في الدراعات، في ناس عندها في الجناب، في ناس عندها في الكرش، في ناس عندها في الارداف في الافخاد، كل واحده على حسب. صحيح. وفي ناس تبقى كليه بقى متوزعه كله، اللي هي السمنه الكليه اللي هو أيوة. زايد 50 60 كيلو ابتداء. أيوة. من 20 لغايه زيدي بقى طالع. فاول ما انا الاقي نفسي في الدخله في الطريق ده ينفع الحق نفسي يا منى؟ او انا خلاص دخلت في الطريق ده اصلا ينفع ان انا الحق نفسي؟ ينفع فعلا جدا. كورس الانسيليم بقى هو ده اللي هيلحقني. هو ده زي ما احنا بنقول المنقذ السريع بتاعنا. هيقدر يخسسك من 10 ل 15 كيلو ومن اول امن وطبيعي من اول سن 12 سنه لحد سن 70 80 سنه. واهم حاجه بقى مرخص من وزاره الصحه المصريه. لان اغلبيه المنتجات الغير مرخصه دي صح. بتودي في حته تانية خالص. صح. ولاقي نفسي لبست فوق